بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نبحث عن الخبر الصادق أو خبر الصادق، وذكرنا أن الخبر الصادق على نوعين. شرحنا هذا القول للمصنف، ثم على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر، شرحنا تعريفه، وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواترهم على الكذب. ثم بعده يبين المصنف مفاد الخبر المتواتر، ويقول: وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. ثم بعده النوع الثاني، خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. نعم، طيب. فإذا هذا الخبر، الخبر المتواتر ماذا يفيده؟ هو يفيد العلم الضروري، هو موجب للعلم الضروري. ثم هذا الإيجاب أيضا بالضرورة، لذلك شرح الشارح بقوله بالضرورة، وهو أي الخبر المتواتر موجب. كيف يوجب؟ هل هو بالضرورة والبداهة أو بالاستدلال؟ ليس بالاستدلال، بل بالضرورة وهو موجب. إذن لا حاجة إلى الإيجاب، استدلاله أو إثباته بالدليل. نعم. ثم ماذا يوجب؟ يوجب العلم الضروري. إذن العلم ضروري، وهذا الإيجاب أيضا بالضرورة. ثم يذكر مثالا: كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة المالية والبلدان النائية. وهنا وهو بالضرورة، يعني أنه أفاد المصنف بالترك الاستدلال. لا، هنا في هذه المسألة خلاف، يعني الخبر المتواتر هل يفيد العلم الضروري بالضرورة أو لا يفيد بالضرورة؟ فيه خلاف. ذكر الكستلي: فإن قيل أن نتصور صحة ذلك، وهو موقوف على استحضار أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة جمع لا يتصور تواترهم على الكذب، وكل خبر شأنه ذلك فهو صادق، وحكمه للواقع مطابق. ولهذا ذهب الكعبي وأبو الحسين إلى أنه نظري. فإذا هذا الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري، يعني الحاصل به ضروري، بل هذا استدلالي. الشارح فيما بعد يشرح هذين الأمرين، يعني موجب بالضرورة العلم الضروري. فإذا لو لم يوجب بالضرورة فيكون العلم الحاصل به غير ضروري، بل يكون نظريا. لو كان إيجاب بالضرورة يكون العلم
ضروريا وإلا يكون نظريا. إذن هكذا سؤال: أن يتصور صحة ذلك وهو موقوف على استحضار، يعني هذا العلم الحاصل بالمتواتر موقوف على استحضار. ماذا يستحضر؟ أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة جم لا يتصور ثباتهم على الكذب، يعني هذا الخبر أخبر به جم لا يتصور ثباتهم على الكذب قصدا ولا اتفاقا. ثم: وكل خبر شأنه ذلك فهو صادق وحكمه للواقع مطابق، فهذا خبر صادق وحكمه مطابق للواقع. فهكذا يجب استدلال كما يكون العلم المفيد بخبر الرسول استدلاليا كما سيأتي. سيأتي في خبر الرسول أن خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي. لماذا؟ وهكذا ينبغي أن يعتبر هذا رسول أو رسول معصوم، فخبره يفيد العلم، وهكذا استدلال واجب هناك. كذلك هنا أيضا: فإذا ذهب الكعبي وأبو الحسين أن العلم الحاصل بالمتواتر ليس ضروريا بل نظريا، فإذا الجواب بالمنع. لو قيل هذا أجيب بالمنع: بل الخبر إذا بلغ حد التواتر يعلم مضمونه قطعا من غير ملاحظة لصدق الخبر ولا معرفة ببلوغه حد التواتر بالفعل، فضلا عن استحصال ذلك العلم منهما. يعني سبقا بينا أن مصداق الخبر المتواتر ما هو، ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة، هذا هو دليل على بلوغ الخبر حد التواتر. شرحنا هناك هذا القول: يريد أنه ليس لبلوغ المخبرين حدا لا يتصور تواترهم على الكذب الضابط معلوم سوى حصول العلم للسامع، هذا هو ضابط أو مصداق الخبر المتواتر. لو كان شأنه هذا فلا حاجة إلى هذا الاستحضار، لذلك سؤال يجاب عنه بالمنع. نعم. فإذا المثال هذا كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، ملوك يعني ماضية توفوا في الأزمنة الماضية، والبلدان النائية اللاتف الأحسن على الملوك الخالية. فإذا يكون مثالين: العلم بالملوك الخالية والبلدان النائية. ثم: الملوك الخالية متى خلوا، يعني في الأزمنة الماضية. هكذا هذا هو صحيح. يمكن هذا عطف البلاد النائية على قوله الأزمنة الماضية، هذا الذي يذكر الشعري. يحتمل العطف على الملوك، البلدان معطوف على ملوك وعلى الأزمنة، كذلك يمكن عطفه على الأزمنة. ما هو الأقرب؟ والأول أقرب وإن كان بعدا، الأول أقرب يعني المعطوف عليه ذاك، وإن كان أقرب يعني الأول أبعد. أبعد معناه هذا البلدان يمكن عطفه على الأزمنة وعلى الملوك. إذن لو صح هذان العطفان فالقرب يقتضي الأرجحية. فإذا من هذا الجانب ينبغي أن يعطف على الأزمنة، لكن وهذا الملوك هو أبعد يعني ذكرا في العبارة، هي بعيدة بالنسبة إلى الأزمنة. أزمنة قريبة إلى البلدان في العبارة، أما ملوك بعيدة. هذا قال: وإن كان أبعد. لماذا قال والأول أقرب؟ وإلا يأتي هنا فساد. وإن كان أبعد يعني لفظا، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن ذكره هذا القيد على هذا التقدير يكون حشوا، وال
بل مفسدا لإشعاره بأن العلم بالملوك المالية في الأزمنة الخالية في البلدان على غير النائية لا بالتواتر. فإذا في البلدان والبلدان النائية لو كان عاطفا على الأزمنة المالية يكون هناك مثال واحد، يعني العلم بالملوك الخالية بقيدين، أزمنة المالية والبلدان النائية. فإذا هذا يفيد أن العلم بالملوك الخالية في الأزمنة المالية والبلدان القريبة غير النائية، ليس العلم بهم بالتواتر، لكن ليس كذلك في نفس البلد البعيدة أو القريبة أو في نفس بلد هؤلاء السامعين والمخبرين، يمكن العلم بالتواتر. ثم وفها هنا أمران في عبارة المتن، أمران ما هما؟ أحدهما أن المتواتر موجب للعلم، لا يفيد الظن فقط بل يوجب العلم، يعني اليقين، هذا هو الأول. وذلك بالضرورة، هذا يفيد العلم لا حاجة إلى الاستدلال، بل بدون الاستدلال يفيد العلم. فإذا في قول المصنف موجب للعلم الضروري، إذن أولا موجب للعلم ليس الظن، ثم الضروري ليس البديهي، هكذا. فإذا لماذا نقول أنه يفيد العلم بالضرورة؟ فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد، وأنه ليس إلا بالإخبار، كذلك نجد من أنفسنا وفي أذهاننا وقلوبنا نجد العلم بوجود مكة، مكة موجود، بغداد موجود، هكذا البلاد البعيدة كلها موجود. هذا كيف هذا العلم بالإخبار؟ الناس يخبرون عن مكة، عن بغداد، هكذا عن البلدان يخبرون بهذا الخبر، وجدنا هذا العلم، وهذا بالضرورة. نعم. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، هذا هو الأمر الثاني. إذن لما صار العلم الحاصل ضروريا ليس استدلاليا؟ وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره، هذا العلم يحصل للمستدل وغيره. من هو المستدل ومن هو غير المستدل؟ غير المستدل يعني الصبيان. فإذا البلغاء هم المستدلون مع وجود الذكاء والفهم وقوة النظر عندهم، أما الصبيان هم لا يستدلون غالبا. ثم حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب، ما معنى طريق الاكتساب؟ الاكتساب ما هذا؟ فسره بقوله وترتيب المقدمات، هذا ترتيب المقدمات هو طريق الاكتساب. الصبيان ليس لهم اهتداء بهذا الطريق، مع ذلك يحصل لهم هذا العلم. فإذا علمنا أنه ضروري، لو لم يكن نظريا ينبغي ألا يحصل لهؤلاء الصبيان، لكن يحصل لهم. ثم وأما خبر النصارى، فإذا هنا اعتراض، يعني شبهة، لو كان هكذا الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري فعند النصارى خبر، وكذلك عند اليهود خبر آخر وهو متواتر في زماننا. خبر النصارى ماذا خبرهم؟ بقتل عيسى عليه السلام، هم يخبرون. مع ذلك هل يصح هذا؟ بل لا يصح، بل هو حي يرزقنا، رفع حيا إلى السماء لم يتوفى. فإذا هذا خبرهم، مع تواتره ماذا حاله؟ ثم وكذلك اليهود، يعني خبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام، وهم يعتقدون ويقولون أن دين موسى عليه السلام مؤبد، يعني غير منسوخ، لم ينسخ
بدين عيسى عليه السلام ولا بدين محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. فالجواب فتواتره ممنوع، لا نسلم أنهما متواتران. لماذا؟ كيف هذا؟ خبر النصارى هكذا ذكر، وقع في التلبيح بدل النصارى لفظ اليهود. أحمد الخيالي يشرح يقول وقع في التلبيح، تلبيح هذا للمصنف نفسه للتفتازاني رحمه الله في أصول الفقه عندما بين هناك يعني الخبر المتواتر في الكتاب الثاني من التلبيح عند ذكر مسائل السنة. هذا هنا القول في التلبيح ذكر النصارى، لا بدل النصارى لفظ اليهود، فتوهم منه أن الخبر بمعنى الإخبار وإضافته للمفعول. خبر بمعنى الإخبار هكذا توهم، وكذلك أن إضافته إلى المفعول. فإذن خبر اليهود يعني إخبار يخبره النصارى لليهود، هكذا قدروا. فاحتج إلى تمحل بتقدير في قوله واليهود، لكن بعض النصارى مع اليهود في اعتقاد القتل كما أشير إليه في الكشاف فلا حاجة إلى التمحل. نعم، فإذن هذا اعتقاد قتل عيسى عليه السلام يقول به بعض النصارى كما يقول به اليهود. فإذن كلاهما صحيح. ثم لماذا ممنوع؟ ذكر الخيالي بل لم يبلغ عصل المخبرين بقتله حد التواتر. في الطبقة الأولى لم يصل حد التواتر. ثم وعرق اليهود قد انقطع في زمن بخت نصر. بخت نصر يعني قتل اليهود كلهم إلا أحد شذوذ، لذلك عرقهم انقطع. فإذا في ذلك الزمان لم يكن يعني لهذا الخبر انتشار وتواتر. وبالجملة تخلف العلم دليل العدم. والمراد بخبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام خبرهم بأنه قال موسى بتأبيد دينه. هم يقولون هكذا، يعني اليهود يروون عن موسى عليه السلام أن موسى قال بتأبيد دينه على ما في خلاصة الطيب. وإلا فتأبيد دين موسى عليه السلام ليس حسيا حتى يجري فيه التواتر. التواتر يجري في أمر حسي إما مرئي أو مسموع هكذا. وإذا لو كان اجتهادا من اليهود فهذا لا يجري فيه التواتر غير التواتر. التواتر يجري في حسي. فإذن هم يروون عن موسى عليه السلام أنه قال أن دينه إن دينه مؤبد غير لا ينسخ. ثم فتواتره ممنوع. لماذا؟ لأنه وإن كثر المخبرون في زماننا، في زماننا كثيرون يعني هؤلاء انتشروا في العالم عند كل أحد هذا الخبر، لكن لم يعلم كثرة المشاهدين لقتله والسامعين للتأبيد. نعم، هل كان المشاهدون لقتل عيسى عليه السلام كثيرين؟ لا، لم يعلم. هذا الذي قال في الطبقة الأولى لم يعلم تواتره، لم يصل حد التواتر. كذلك في هذا السمع أيضا كثرة السامعين للتأبيد على أنه شاع الكذب فيما بينهم إلى أن ضيعوا كتاب الله بالتحريف. هذان لم يسمعان. ثم بالنسبة إلى اليهود والنصارى وهم ضيعوهم أشاعوا الكذبا فيما بينهم حتى ضيعوا كتاب الله. فإذن فيهم أو بالنسبة إلى هذا الخبر زيادة تهمة، ومع ذلك لا يثبت التواتر. هذا قال، لذلك قال ممنوع. هذا مصلح الدين بينه، هذا بيانا أكثر من هذا. فتواترهم ممنوع إذ قد قيل إن
عدد النصارى المخبرين عن قتل عيسى عليه السلام لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى والوسطى أيضا، أما في الأخرى يعني في زماننا ممكن كثير، في الطبقة الأولى والوسطى لم يكن متواترا، على أنهم لم يروا قتله رؤية صادقة. ثم هناك أيضا هؤلاء مخبرون عن قتل عيسى عليه السلام، هل رأوا قتله رؤية صادقة رؤية حقيقية؟ لم يروا أيضا، بل نظروا إليه من بعيد مصلوبا فقط، يعني هؤلاء رأوا مصلوبا. ثم فشبه لهم، وشرط التواتر الإسناد إلى الإحساس التام، يجب الإحساس التام يعني رؤية تامة صادقة حقة، هذا لم يكن، بل رأوا مصلوبا فقط ولأنه عيسى فقط، هذا معنى قوله تعالى شبه لهم. ثم وبلوغ عدد اليهود المخبرين عن تبييض دين موسى عليه السلام حد التواتر في كل طبقة ممنوع، ولعل ذلك في الأصل من وضع بعض الأحبار صونا لرياستهم. نعم، هذا الذي ذكرناهم حرفوا كتبهم وضيعوه، وكذلك شاع بينهم الكذب. ممكن يكون هذا الخبر أيضا في الطبقة الأولى من جملة أكاذيبهم، كما كانوا يكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. نعم، هذا كان نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، بعد ذلك هم كتموه، كذلك هذا اخترعوه وكذبوا عليه. نعم، على أنه قد قيل أن بخت نصر قد استرسلهم وقطع عرقهم حتى لم يفلت منهم إلا الآحاد والشذاذ. ثم وربما يقال إن خبر النصارى واليهود وقع في معارضة القاطع، وهنا عندنا يعني دليل قاطع على أن عيسى عليه السلام لم يقتل، وعلى أن دين موسى عليه السلام لا يؤبد، بل هو منسوخ بدين عيسى عليه السلام وبدين محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. فإذن هذا مخالف للقاطع، وشرط التواتر ألا يعارضه قاطع، هكذا شرط. ثم وقد يتمسك في أصل الشبهة بخبر اليهودي عن قتل عيسى عليه السلام، في أصل الشبهة بخبر اليهود عن قتل عيسى عليه السلام، والجواب بعدما عرفت أن المخبرين في الطبقة الأولى كانوا تسعة، في أصل الشبهة بأي شيء يسن. فقد يتمسك في أصل الشبهة بأي شيء يتمسك بخبر اليهود عن قتل عيسى عليه السلام، والجواب بعدما عرفت. ما هو الجواب؟ أن المخبرين في الطبقة الأولى كانوا تسعة نفر فقط، دخلوا على عيسى عليه السلام ففعلوا ما فعلوا، ثم اختلفوا في قتله، يعني لم يمارسوا قتله ولم يروه يعني مقتولا يقتلوا، بل رأوا مصلوبا فقط، فقال بعضهم إنه إله لا يصح قتله. هذا مجموع تسعة نفر، فيما بينهم هذا الخلاف، بعضهم قال عيسى إله لا يصح قتله، وقال بعضهم إنه قد قتل وصلب، وقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان صاحبنا فأين عيسى، وقال بعضهم رفع إلى السماء، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. نعم، هكذا اختلافات، المجموع تسعة نفر، ثم كيف يكون الاتفاق والتواتر في الطبقة الأولى؟ فهذا كلها مروية عن يعني آراء النصارى واليهود، لذلك هذان الخبران لم يكن متواترين. ثم فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، هذا معارضة في المقام الأول، يعني هو ذكرنا مقامين، ما هو المقام الأول؟ أنه يفيد العلم، إذن معارضة، كيف
يفيد للماء. لماذا؟ خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، والضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين. هكذا ما أرى. وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الآحاد، المجموع نفس الآحاد لم يتغير. فإذا لو كان يحتمل الكذب في كل أحد فيحتمل الكذب في المجموع، ثم كيف يكون علما؟ فإذا هو لا يفيد العلم، بل يعني غلبة الظن أو الشك أو الوهم. هكذا إذا قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، هذا هو الجواب. ما لا يكون من مع الانفراد يكون مع الاجتماع. ماذا؟ إن لم يكن اجتماع يفيد الظن يحتمل الكذب، لكن عند الاجتماع هذان يذهبان. يعني كما ذكر الخيالي، والتحقيق كاف في الجواب، والتحقيق أن اجتماع الأسباب يقتضي قوة المسبب. لو كان لمسبب سبب واحد فيكون للمسبب قوة، ثم بعد ذلك اجتمع أسباب مثلا 10 أو 100 من الأسباب، فهل يكون هذا المسبب على قوة المسبب الذي له سبب واحد فقط؟ لا، بل يختلف، يكون يزيد القوة. والخبر سبب الاعتقاد، فإذا عندما يزيد الخبر 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 يزيد قوة الاعتقاد. هكذا. ثم بالنسبة إلى الثاني، يعني احتمال الكذب، فأما وهم الكذب فلا مدخل للخبر فيه، ولذا قيل مدلول الخبر هو الصدق، والكذب احتمال عقلي. هكذا أجاب. طيب. ثم ذكر نظيرا يعترف به كل أحد لا ينكره أحد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. القوة الحبل يؤلف يركب يفتل مما من الشعرات، يكون للحبل ما لا يكون لشعرة ولا لشعرات. هكذا. ثم فإن قيل هذا معارضة في المقام الثاني، المقام الثاني ماذا؟ أنه يفيد العلم الضروري. هو بين لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان. هنا فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف، الضروري ينبغي أن لا يقع فيها تواط ولا اختلاف، لكن هنا نجد هذا التفاوت والاختلاف. فإذا هذا يفيد أن هذا العلم ليس ضروريا بل نظريا. ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود إسكندر، والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة. فإذا هنا تفاوت موجود، خلاف اختلاف أيضا موجود. تفاوت ذكره هذا المثال، يعني الواحد نصف الاثنين، كذلك بوجود إسكندر، وجود إسكندر الرومي، يعني هذا ملك كان سابقا، هذا علم بالتواتر. لكن هذا لو ذكرنا أن واحد نصف الاثنين هو معلوم ضروري من العلوم الضرورية البديهية، لو كان بمنزلته هذا العلم بوجود إسكندر ينبغي أن لا يتفاوت معه، لكن نحن نجد التفاوت معه. ثم الثاني الاختلاف، وقد أنكر إفادته، يعني إفادة الخبر المتواتر العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة. هؤلاء أنكروا إفادته العلم. فإذا هذا الاختلاف يفيد أنه ليس من الضروريات، الضروريات ينبغي ألا يقع فيه الاختلاف. قلنا ممنوع، كلاهما ممنوع. الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف، هذا لا نسلم، بل يقع فيه تفاوت، يقع فيه اختلاف،
نعم قد نتفاوت تتفاوت أنواع الضروري بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والاختيار بالبالي وتصورات أطراف الأحكام هكذا يكون التفاوت يعني واحد له إلفة بهذه القضية أو عنده عادة أو ممارسة أو إختار بالبال يعني حضور في القلب كثيرا كذلك تصورات أطراف الأحكام لو كان هذا كثيرا يزيد القوة يكون تفاوت لهذا العلم الضروري مع ما لم يكن فيه إلفة ولا عادة ولا ممارسة ولا إختار بالبال ولا تصورات أطراف الأحكام هكذا ثم بالنسبة إلى وقوع الاختلاف وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا هؤلاء يعني جماعة من العقلاء في الحقيقة هؤلاء ليس لهم عقل يسمون أنفسهم بالعقلاء لو كانوا عقلاء ينبغي أن يعترفوا بهذه الخلايا نعم فإذا عناد يعني خلافهم مكابرة وعناد كالسوفسطائية في جميع الضروريات وهنا يعني ضروري واحد فقط اختلف فيه السمنية والبراهمة أما السوفسطائية سبق أن ذكرنا في جميع الضروريات هم خالفوا اختلف معنا يعني هم قالوا ضروريات يعني لا وثوق للحسي المحسوسات يعني الإدراكات الحسية من الضروريات مع ذلك هم أنكروها فإذا هذا وجود الاختلاف لا يدل على عدم العلم الضروري بل مع كون العلم ضروريا يوجد اختلاف مكابرة وعنادا ثم النوع الثاني من السمنية ومن البراهمة السمنية منصوبة إلى سومناد سومناد يعني هو صنم لإله يعتقده قوم هذا هم السمنية هم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتنسخ وبأنه لا طريق إلى العلم سوى الحسي كذا في شرح المواقف نعم وفي القاموس البراهمة قوم جم برهمة براهمة جم برهمة هم قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل هكذا بل هم يقولون هذا بعثة الرسل ممنوع على الله تعالى محال ليس بجائز ثم وذكر في المواقف لمنكر البعثة سبع طوائف السادسة منهم من أنكر بعثة الرسل لعدم دلالة المعجزة بالنسبة إلى الغائبين لأنها لا تمكن إلا بالعلم بها بالتواتر وأنه لا يفيد العلم أصلا بل الظن وأنه لا يجري في المسائل اليقينية هكذا يعني هؤلاء هذا البراهمة والسمنية هم موجودون في بلاد الهند نعم وكان بين علماء المسلمين وبينهم مناظرات في مثل هذه المسائل جرت سابقا مناظرات بين علماء الإسلام وبين رؤساء هذه الطوائف السمنية البراهمة كذلك هندوس نعم جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.